في علاقة أولا برفع الحظر الجولان والعودة لنسق الحياة الطبيعية. يدعو له برشا فنانين برشا مثقفين أصحاب المهن الليلية. شو موقفك نائب؟ ما عندي اليوم حتى أرجومون، ما عندي حتى حجة باش نقنع الناس باش تلتزم بالحجر الصحي اليوم. إذا بعد مسيرة لخيان في حركة النهضة ما عادش نجم أنا بالنسبة لي لا داعي اليوم بعد ما حدث يوم السبت إلى مزيد تطبيق الحجر الصحي. تدعو إلى رفع كل القيود والإجراءات. أنا اليوم والسماح للناس بالنشاط. أكيد جد. أنا اليوم ما عادش نشوف فما فائدة. اللي يحب ما معناه نخليه الالتزام فردي. الناس اللي ما تحبش تلتزم بالحجر تحب تلتزم بالحجر الصحي تلتزم بها هي تلتزم بالتباعد، أما ما عادش نفرضوها على الناس.